السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهاردة بقى فيديو كده طالع معاكم يكون خفيف وظريف يا رب كده. هو شوية مشتريات انا جبتهم من السوق، فقلت ايه اطلع ايه اوريهم لكم، وان شاء الله ايه نكونوا ايه. ده برتقان، بشاير البرتقان كده، ادي من الزهر. نيجي هنا شويه كده، دي بشاير البرتقان. هنفضي مع بعضينا البرتقان ده، جبت 2 كيلو، الكيلو ب5 جنيه، وبحب اجيب الحاجه ايه يعني على قد تخلص ونجيب تاني. انا بحب البرتقان الاخضر خالص بصراحه، بفرح اول ما اشوفه. ولقيت ايه؟ لقيت التفاح دوت، برضو تفاح كويس، تفاحة كويسة حلوة اهيت، والله تفاحة زي الفل، ب15 جنيه، جبت 2 كيلو. طبعا هو في عنده صغير وكبير، فانا بقيت انقي الصغير وكبير، عشان ايه اللي عايز ياكل صغير تبقى واحدة، الكبير يتقطع كده يعني. وجبت ايه تاني؟ كان نفسي في بطاطا، لقيت البطاطا ديت. تعالي نمشي كده عشان نوسع، تعالي كده. لقيت البطاطا 2 كيلو ونص ب10، بس انا جبتهم ايه 3، خدتهم من عنده 3، وخدت دي على البيعة كمان. كان نفسي البطاطا دي هعملها برضو في نفس الفيديو، هغسلها كويس وهعملها ان شاء الله دلوقتي، عشان ايه الفيديو المشتريات هي مش مستاهلة، هي شوية حاجات كده جبتهم على الماشي، بس انا بحب افضي حاجتي كده من الكياس اول ما اجي من السوق. ايه دوت؟ ده موز، ده موز جبت 1.25 كيلو ب10 جنيه، لان انتوا عارفين الموز ملوش روح، فايه جبت على قد كده عشان ايه يخلص ونجيب تاني ونخشش التلاجة، وفي نفس الوقت ملوش روح. جبت ايه تاني؟ جبت عنب، دي موزاية كنت واكلها، صمم ان انا ادوق الموز. نجيب طبق للموز للعنب، ده عنب. جبت العنب ده ب5 جنيه، والله الناس يعني بتوع السوق ده ما تقدريش عليهم برضو، ب5 جنيه العنب ده. جبت ايه تاني؟ جبت ليمون، طبعا الليمون ايه هنفضيه في العلبة بتاعته، بس هنفضيه دلوقتي مؤقتا هنا. ماشي الليمون، الكيلو ده تقريبا ب5 جنيه، عشان مش انا اللي جايباه بصراحة، الليمون ب5 جنيه. جبت ايه تاني؟ جبت البصل دوت ابيض على احمر وعلى احجام اهو، بصلايه حلوه ب5 جنيه الكيلو، جبت 3 كيلو، وفي اللي هو الكبير دوت، وفي اللي هو الوسط، وفي الصغير. انا كده كده مش بقطع بصل، انا بحطه في الكبه، وفي نفس الوقت بعوز واحده للشوربه، واحده للسلطه، فايه بحب ايه يبقى صغيرة كده ايه استخدامها. ده هفضيه طبعا في ايه، في بتاعة البصل في الهواء بره مع البطاطس، مش هفضيه هنا. وجبت ايه تاني؟ الزبادي ديت، دول عرض، عامل كام العرض؟ 10 علب، 2 4 6 8،
اتنين اربعة ستة سبعة، سبع علب بعشرة جنيه. لا من سبعة، سبع علب بعشرة جنيه، فقلت اجربه يعني. جبت بعشرة جنيه بس، قلت اجربه ان كان كويس او مش كويس، عشان ده اول مرة استعمل المنتج ده. وجبت ايه تاني؟ جبت جرجير على قد السلطة، وجبت بقدونس، ربطتين بقدونس وربطتين جرجير باتنين جنيه. قلت ايه على قد السلطة يعني، بتاع استخدام يوم يعني. ودي مشترياتنا النهاردة. وهنعمل ايه؟ نعمل مع بعض. اروح اغسل البطاطا دي كويس 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 ونعملها مع بعض جينا. وكده حبيبي غسلت البطاطا اهيت، وهنشويها مع بعض بالاختراع الذكي دوت، الكيس الحراري. ايه رأيكم؟ يا جمال ويا جمال. هنعدي كده في الكيس الحراري كده. انا على فكرة عاملاها ليا كام يوم غسلها، مشوتهاش في نفس اليوم. غسلتها اول امبارح وكسلت بصراحة ايه ان انا اشويها. لا مش هينفع كده، هتشيل بس ايه اربع وحدات في صغير اهي. بصوا هنقفل ايه عليها كويس جدا بالكليبسة ايه بتاعة الكيس الحراري كده. ايه مش هتاخد معانا وقت في الفرن ولا مجهود ولا زروطة ولا اي حاجة. ادي ايه كده من غير اي حاجة. ماشي، هنجي ايه للنوع التاني ده، بس هنعمل فيه حاجة. ثواني نجيب سكينة حلوة كده اهي، سكينة اهيت اهي، هنديها شقة كده اتقطعت خالص اهيت، ما علينا مش هنرميها برضو، عايزينها اهي شقة كده، شقة كده. هنشوف الكيس ده هيشيل معانا قد ايه. كنت دوره كمان مره، بس نشق ايه السكينه كده شقتين، عشان دي هنطعمها بايه بطعم يعني، هنحطهم فوق بعض مش هيعمل حاجه عشان هما هيكرملوا على بعض كده. كده ايه حطيت التاني في الكيس التاني، ودي سكر ومعلقه قرفه بسيطه، اللي بيحب القرفه يزود. انا حاطه معلقه بسيطه عشان مش عارفه احبها ولا لا القرفه، عشان ماليش في القرفه بصراحه. دي هنحط فين؟ هنسمي الله، هنطلقها ايه كده على البطاطا عشان عايزينها ايه ترمل. الشقات اللي انا حطيتها دي، اللي انا عملتها دي، هتخلي البطاطا ايه تنزل الصوص بتاعها مع السكر وتكرمل، تبقى في كرملة كده. بصوا حبايبي هنقفل كده كويس، يا رب الصوت يكون كويس، انا بنسى واوطي صوتي. وايه هنديها ايه غزة اتغذي بس كده، واحدة تاني وواحدة تاني بس كده. وهروح ايه اولع عليهم في الفرن واشوف هياخدوا معايا قد ايه في الشوي. الكيس الحراري طبعا كلنا عارفين مش بياخد وقت، فانا هحط ايه اولع عليهم الفرن. غمضوا عيونكم وفتحوا هتلاقوني اللي انا جيت. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اه يا حبايبي طلع اهو من الفرن. الكيس التاني طبعا ايه طلعته وكناه انا والشفا، وده الكيس التاني قلت لما يهدى كده افتحه معاكم اهو. شايفين شايفين شايفين، خد نص ساعة بس، هفضيه في الطبق وارجع لكم تاني. والطبق معانا اللي هو
المشوي الحلو الجميل ده، نقطعه كده كده. يا سيدي يا سيدي على الجمال، شايفين شايفين الحلاوة؟ في حلاوة زي كده ما تلاقيش. بصوا وزبدة ما خدتش ايه وقت خالص في السوا، شايفين زبدة. مش عايزة تطلعي، خليكي كده. بقى حلقتنا خلصت يا حبايبي، لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من يوميات نور الصباح. مع السلامة.